السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم نحضر معكم قريوش على شكل وردة او لا قرنفلة، كل واحد وكيفاش كيقول لي. صراحة كيجي لذيذ ورائع وسهل التحضير وسهل حتى في المقادير. مشيو دابا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا ربعة ديال الفورص فاني، قبيصة ديال الملح، ماء الزهر، نصف كأس ديال الزبدة، قبيصة ديال الملح، ونصف خمارة حسب 4 غرام هكاك. نمشيو دابا لطريقة التحضير. نجيب الدقيق والخميرة الفاني والملح، نخلط الكل مزيان، ومن بعد نبسبسها بالزبدة. من بعد عم تنجمع العجينة ديالنا بماء الزهر، ندلكها دلكة خفيفة، بعد نكورها ونغطيها بابي فيلم ونخليها ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. من بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا، انا هنا رش طاولة بالدقيق وغنسرح فيه العجينة ديالنا. بطبيعة الحال بالنسبة للقياس غنخلي فيها تقريبا 2 سنتيم، ما تكونش رقيقه العجينه بزاف وما تكونش لايضه بزاف. من بعد غنقاد العجينه ديالنا من الجوانب، القطعه ديال البيتزا او الموس على حسب اللي متوفر عندكم. من بعد نقطعها على شكل مربعات متساوية. من بعد انا غنجيب هنا حبيبات ديال اللوز، غنجيب الحلوة غنضغط عليها من الجوانب، كل جانب نوضعه في الوسط ديال المربع ديالنا ونسدو باللوزة. من بعد هادو الجوانب غنقطعهم بالموس
ولصق كل طرف مع الطرف الآخر وانضغط عليه هكا بالأصبع. انا هنا كان ضغطت باللوزة حتى كتخرج من الجهة الاخرى. كنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع المربعات اللي عندي. من بعد انا خليتها ترتاح مدة ربع ساعة، عاد غنبدا نقليها. من بعد ما سخنا الزيت ديالنا غنضيف ليها قريوش، غنخليه حتى يتحمر، عاد نغطسو في العسل. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما تقلى الكريوش ديالنا وتحمر غنغطسو في العسل ونخليه مدة 10 دقائق، ومن بعد نصفيه.
كيف ما كتشاهدوا معايا السيده شي الكريوش ديالنا هو هذا. من بعد ما طاب وجد صراحه كيجي لذيذ بزاف ورائع، خصوصا كتجي فيه نسمه ديال ماء الزهر عاطيه بزاف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.